من نجوم النادي الاهلي اللي المفروض تكون في لعيب النادي الاهلي وكمان في لاعب نص الملعب اللي حابب ان هو يستمر ويكمل لحد ما يبطل كوره داخل النادي الاهلي. تسمع الكلام دي اهم حاجه، اللي انت تسمع الكلام، اصل مفيش مدرب هيجي يمسكك يا عمر وهيقول لك على حاجه هتبقى غلط. انت لو انت ماشي شايف اللي حاجه غلط ممكن تتناقش معاه فيها، لكن مفيش مدرب هيجي يمسكك ويقول لك مثلا اعمل دي هتبقى غلط. لا، لازم تسمع الكلام، لازم المدرب اللي يقول لك عليه تعمله. انا اللي خلاني العب في الدرجه الاولى مستر مانويل جوزيه، اللي انا كنت بسمع الكلام. انا عارف اللي هو مدرب كبير ومدرب شخصيه ومدرب فاهم، وكنت بسمع عنه وانا في الناشئين، ده زي بيقولوا جبروت. فاستحاله هيقول لك واحد زي ده، استحاله بجد هيقول لك حاجه ما هتضرك ومش لمصلحتك، لكن انت بي 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 يعني بيعمل لك الحاجه اللي هتفيدك. فدي اهم حاجه، اللي انت تسمع الكلام.